أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: جدة أرضعت ابن ابنتها، فهل يكون خالا لإخوانه؟ أرضعت إيش؟ أرضعت ابن ابنتها. أي نعم، يكون ابنا لها، يكون ابنا لها من الرضاع، وهي جدة له من النسب، ويكون أولادها إخوة له، يكون أولادها إخوة له وأخوال له من الرضاع، إخوة له من إخوة له من الرضاع، وأعمام أو أخوال له من النسب. نعم.